عندنا ايضا فريق اخر، فريق 2005 بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل. فريق 2005 السنه اللي فاتت كان بيلعب بطوله منطقه، جه في الاخر والبطوله اتلغت بالرغم ان هو كان متصدر وكان حاصل على البطوله. لكن من هنا بناشد لجنه المسابقات في اتحاد الكوره، يا ريت المسابقات، واحنا النهارده بنتكلم عن فريق 2005، يعني بتتكلم عن لاعب عنده 16 سنه، النهارده بلاش بطوله المنطقه. بطوله المنطقه بيكون فيها مباريات ضعيفه، النهارده نتائج المباريات بنشوف نتيجه مباراه ممكن تخلص 10 و15. النهارده علشان تعمل بطوله قويه، النهارده بتطلع لك لاعب ممكن يلعب في منتخب مصر الاول او في منتخبات مصر الشباب او كمان يكون موجود في فريق النادي الاهلي في الفريق الاول، لازم تعمل بطوله جمهوريه. جمهوريه بتكون بطوله اقوى، فيها استعداد اقوى، فيها خبرات اكبر للعيبه. نروح بقى نشوف كمان استعداد فريق 2005 واخر الاستعدادات للموسم الجديد بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق 2006. كابتن محمود الخطيب واللجنه الفنيه كلها، كابتن مصطفى صالح، كابتن زكريا، كابتن خالد، على الثقه اللي هم ادوها لي دي ان انا استمر في العطاء وفي ان انا اكون متواجد ضمن المنظومه الكبيره، منظومه النادي الاهلي في قطاع الناشئين. ان شاء الله يعني نوعد الناس باذن الله بحاجات احسن، لان انت دايما بتعمل عمليه تطوير. عندنا راجل على اعلى مستوى، مستر بروكيتش موجود معانا، خبير تشيكي على اعلى مستوى موجود معانا. كل ده النادي الاهلي عامله عشان خاطر يضيف نمره واحد للعيبه بتخدم وبتصب في مصلحه الفريق الاول، وبعد كده انت بتعمل عمليه التسويق بتاعتك بتاعت اللعيبه دي. الناس لازم تفهم انت ايه الغرض من قطاع الناشئين ده، انت عايزه ليه، يعني ايه المغزى من ده كله. يعني انت بتستثمر في اللعيبه دي ازاي، تغذي الفريق الاول من اللعيبه على اعلى مستوى فنيا. يبقى انا هنا من القاعده، هنا من الاساس، ان انت بتعد لعيبه على اعلى مستوى عشان تصلح للفريق الاول. لو اللعيبه محتاجه كمان مستواها يزيد فنيا وبدنيا، بتضطر ان انت تقدر تسوقها في تطلعها اعراض، زي ما عندنا امثله كتيره ناجحه، يمكن اخرهم احمد عبد القادر، وقبليهم كان كم لعيبه قد كده الحمد لله. يمكن كان السنه اللي فاتت دي بالذات احنا مطلعين حوالي 11 لعيب اعراض، تمام، والحمد لله. يعني انت بتتكلم ان انت بتطلع بتاخد فلوس بتستثمر اللعيبه دي وهم بياخدوا خبرات، وان شاء الله يرجع لك باذن الله. يعني فده الغرض الاساسي، وان شاء الله المنظومه ان شاء الله بتستمر في العطاء وفي النجاح. يعني احنا اتكلمنا معاهم في موضوع الجمهوريه ده عشان دي اول مره يلعبوها، ودي اصعب بطوله لاي فريق، ودي اول مره يشاركوا فيها. فان شاء الله احنا نشتغل مع بعض، احنا وهم مع بعض ايد واحده عشان نوصل للبطوله دي، فدي هتفرق معاهم. احنا الحمد لله احنا كمدرب خدت البطوله الجمهوريه دي كذا مره واشتغلت مع كذا فرقه، لكن هم لاول مره في حياتهم. لما ربنا يكرمنا نعمل شغل معاهم وهم يتابعوا شغلنا معاهم، نوصل للبطوله دي هتفرق معاهم، يبقوا في حته ثانيه خالص. عشان تبقى دي ذكرى ليهم دايما في حياتهم، اول بطوله جمهوريه لعبوها، ويقودوها ان شاء الله بشكل كويس كمان، زي ما كنا لعبنا مع 2001 خدنا البطوله، خلصنا البطوله 7 أسابيع قبل ما الموسم ينتهي. فعايزين ان شاء الله باذن الله برضه الفرقه دي هنشتغل معاهم عشان نوصل لنفس النتائج دي باذن الله.